السلام عليكم بنات، لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ اموكم هانيه؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم معايا في القناه ديالي ديليز دونوره، مع فيديو جديد ووصفه جديده نتمنى تعجبكم وتشاركوها مع الاصدقاء ديالكم. اليوم غادي نحضر معاكم الكيك بالتفاح، كيجيكم من طاخ دو بوم. نتمنى تعجبكم ونبداو المقادير على بركه الله. مقادير جد بسيطه وفي متناول الجميع. غادي ناخدو كاس لا روب ديال الزيت، كاس لا روب ديال الحليب، كاس ديال الدقيق، عندي كاس لا روب ديال السكر سنيدة، عندي شوية ديال الملح، عندي جوج تفاحات مقطعين ومقشرين طريفات صغار، عندي وحدة خمارات حلوة نزين، عندي ثلاثة ديال التفاحات مع جوج ديال الفاني وشويه القرفه. غادي نبداو، غادي ناخذ التراب الكهربائي، غادي نديرو فيه كاع دوك المقادير. غنبداو بالتفاح، غادي نزيدو عليه كاس لاروب ديال الزيت كيف ما قلت، كاس ديال سنيدة، كاس لاروب ديال الحليب، كاس ديال الدقيق، ورشيشه ديال الملح. ومن بعد في الاخر غادي نزيدو الخماره. غادي نطحنو كلشي في التراب، وغادي نكونوا موجدين ديك الساعه واحد المول اللي غنديروه فيه. وفي هذه الاثناء غادي ناخذ داك التفاح ديالنا، غادي نقطعوه طريفات بحال هذا الشكل، وغادي نسموهم بدوك القرفه والفاني. غادي نخلطو داكشي مزيان، وغادي ناخدو واحد المول مرشوش بالدقيق ومدهون بالزبدة، غادي نخوي فيه داك الخليط ديالنا اللي صوبنا، والبنات اللي بغات تدوب المقادير تقدر تدوبلهم. من بعد غادي ناخذ داك التفاح ديالنا اللي نسمناه، وغادي نبداو نستفوه، وكل واحد يزوق بالطريقه اللي كتعجبو. انا كنديرو على شكل ورده كيعجبني، مشيو على هاد الطريقه حتى نكملو. وغادي نكونو ديك الساعه موجدين الفران ديالنا سخون من قبل على درجه حراره 180،
وفاش غندخلوا لاطاق ديالنا غادي نشعلوه وغادي نخليوه غير لتحت حتى طيب لينا مزيان وتحمر، عاد باش غادي نشعلو عليها من الفوق. وكيبقى كل واحد والقياس ديال الفران ديالو. هي وجدات لينا دابا، غادي ندخلها الفران. وهي البنات ملي طابت ليا على طاقت ديالي جبتها، ها هو اللون ديالها، شتي كيفاش كيجي اللون ديالها ذهبي وزوينه. نتمنى تعجبكم لا طاقت ديالي وتجربوها وتشاركوها مع الاصدقاء ديالكم، واللي ما مشارك في القناه ديالي نتمنى يشارك في القناه ويضغط على لايك، والى فيديو قادم ان شاء الله.